حياكم الله، بنتابع دورتنا. واليوم إن شاء الله رح نتعرف على إكوير جديد اللي هو Find Duplicates، اللي هو إظهار البيانات المتكررة. حنيجي على قائمة Create ونعمل Query من الوزارد. مرة الماضية أخذنا الكروس تاب، اليوم رح نأخذ Find Duplicate Query Wizard. هنقول له أوكي. خلينا نختار جدول المعلومات الشخصية، وهون بنختار ايش which fields might contain duplicate information، ايش هي الحقول اللي ممكن يكون فيها duplicate لما انت دخلت او تكرارات. فانا راح افترض انه الاسم الاول راح يكون فيه duplicate، واسم اللقب ممكن يكون فيه duplicate، ممكن انا كررت في الاسم الاول واسم اللقب. فبنحكي له هون next، يعني انا اعتبرت انه انا الاسم الاول واللقب هم اللي صار فيهم duplicate او تكرار. وهون do you want the query show fields in addition to those with duplicate values، يعني انا اخترت اول شيء الاسم الاول واللقب، هذول اللي ممكن يتكرروا، خليني ارد كمان اظهر البقية، يعني بقية الحقول، يعني حتى لو تكرر الاسم الاول واللقب خليني اشوف هل تكررت بقية الحقول معهم. خليني اقول له ايش add all، نيجي بنحكي له next، وخلينا نسمي هذا الاستبيان مثلا مدخلات مكررة من المعلومات الشخصية. وهون بنحكي له ايش finish، طلع عندي هذا الكوري. لاحظوا يا جماعة، مثلا هون عندي احمد واحمد المصري والمصري، فعلا متكرر الاسم الاول ومتكرر الرقم اللقب، بس الاي دي لا، الرمز الوظيفي لا، الهويه لا، شهاده جامعيه لا، الهاتف لا، الايميل متكرر. اوكي، عندي هون احمد واحمد حمود وحمود، احمد واحمد ليلى وليلى. فبتلاحظ انه طلع لي هون انا عندي التكرارات في الاسم الاول وفي الاسم ال 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 وفي اللقب، طلع لي تكرار الاسم الاول واللقب، بغض النظر عن البقية اللي ممكن يصدف انه في شغلات متكررة. لو تروح مثلا على التصميم على هذا الاستبيان، ارجع لهوم، تعال على فيو، لاحظ انه هذا الكوري او الاستعلام، شوفوا كيف عندك هون كريتيريا، كليك يمين زوم هذا توريك الامور. لاحظ في معادلة معقدة، معادلة معقدة لو اجينا نعمل هذا الكلام بالتصميم، لكن بالوزارد اموره اسهل بكثير. فهيك احنا بنكون تعرفنا على كوري اللي هو Find Duplicate اللي بيّن لك البيانات المدخلة المكررة. الله يعطيكم ألف عافية.